بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم. بين الشريعة ومهاجميها هو عنوان حلقة اليوم، ويسرنا استضافة الدكتور الشيخ بندر الشويقي الأكاديمي والباحث الشرعي، وسنشرف بمداخلات في هذه الحلقة. مباشرة يا شيخ بندر، مفهوم تطبيق الشريعة مفهوم خلاب، كثير من الأحزاب الإسلامية اليوم ترفعه شعارا، وآخرهم داعش، وآخر من طبقها أيضا داعش، ورأى العالم تطبيقهم. السؤال هنا يعني ما هي الشريعة التي ينادى بها وكل يدعي وصلا بها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد. بداية طبعا الله سبحانه وتعالى عندما أنزل هذا الدين وأنزل القرآن وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فلأجل إقامة هذا الدين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فتطبيق الشريعة، هذا ربما لفظ التطبيق لفظة عصرية، وإنما اللفظ الذي جاء في القرآن وفي السنة إقامة الدين، إقامة نعم. الشرع، هذا هو المراد. والإقامة إقامة دين الله سبحانه، إقامة دين الله سبحانه وتعالى لا تقتصر على العقوبات، العقوبات جزء منها، وإنما المقصود المنظومة التشريعية كلها، أن تكون نظام الدولة، نظام الحكم، أخلاق الناس، معاملاتهم، هذا كله ينطلق من تصورات شرعية مبنية على ما أنزل الله سبحانه وتعالى من الوحي. بمعنى أنه لا الآلية، لا التشريع، لا المعاملات، لا تشريع المعاملات، تشريع العلاقات العامة، تشريع العلاقات الداخلية الخارجية، كلها تكون ينطلق فيها الإنسان من شرع الله تبارك وتعالى. ولا أظن هذا يعني يمكن أن يجادل فيه مسلم، هو غاية كل مسلم، ليس القضية قضية داعش أو غيره، هي غاية كل مسلم. لكن يقع الإشكالات أحيانا من جهة المغالاة من هنا أو هناك، هذه تقع ولا أحد يستطيع أن يجادل في وجودها. للأسف لست معي يعني ما فعلته داعش عبر أشرطتها وتطبيق الشريعة، ويعني فعلا شوهت الصورة يعني تطبيق الشريعة. هو أنا بودي بس التنبه لأمر، يعني يوجد مشكلة في المنطقة، والمنطقة مملوءة بالمشاكل ولم تزل كذلك، ويوجد مفهوم شرعي. نعم. المفهوم الشرعي ليس لنا شأن بمن فعله سواء غلا فيه أو فرط، المفهوم الشرعي يقرر كما هو بقطع النظر عن هؤلاء وغيرهم. والموجود الآن طبعا الطرح الإعلامي الحاضر له غاية، له هدف، بمعنى أنها زاوية معينة يركز عليها لصرف الانتباه عن قضية أوسع وأكبر. يعني ما ليتك توضح كيف التركيز على ماذا؟ هل تقصد التركيز على داعش في مقابل منظمات متطرفة أخرى؟ هو المقصود يوجد الآن مشكلة في العالم كله. نعم. يعني رغم ما فيه من صراعات على مصالح وغيرها، لكن الصراع الرئيسي العام الآن في العالم هو حول الفكرتين تتنافس وتتصارع في هذا العالم، نظام ديني ونظام لا ديني. نعم. على مستوى المفاهيم أتكلم، لا أتكلم عن النظام الديني. يتمثل له واجهات، يوجد من يطبقها بطريقة بنسبة معينة، بأزيد بأنقص، ويوجد من يغلو. نعم. والنظام لا ديني مملوء بالجرائم أيضا. نعم. وجرائمه أكثر، وقد يستخدم أيضا حتى الواجهات الدينية، فيؤتى بالكاميرات الإعلام وبعدسات من يتولى تقييم هذه الأحداث، يركز على زاوية معينة، وليس الغرض داعش وحده، وإنما إدانة المنظومة التي تنطلق في تصوراتها ومفاهيمها من منطلقات دينية. داعش يعني كثر الكلام حولها، ومواقف أهل العلم منها ليست خافية حتى تحتاج الإنسان يسجل موقف أو يثبت أو، لكن هي تحولت إلى عصا، لابد كل إنسان في كل مقام أن يهاجم وأن يتهجم لأجل أن يثبت أنني بريء. عند الجميع يعني يعرف هذه الممارسات التي وقعت، لا تجد خارج دائرة هذا التنظيم أحد يوافق عليها إلا أندر النادر. نعم. لكن قضية أنه خلق هذا التنظيم، وجد هذا التنظيم، وضخم إعلاميا ونفخ فيه، وبجواره يوجد الحشد الشعبي، يوجد النظام السوري، يوجد كذا، ولديهم من الجرائم ما هو أضعاف ما يرتكبه هؤلاء. لكن العدسات فقط تسلط على هذا لإدانة آخرين ليس لهم علاقة به. فلذلك أنا أقول أحيانا الإنسان يفترض أن لا ينساق وراء هذه الطريقة. جميل. طيب أنا مع ملاحظة طبعا وضوح الموقف لا بد منه، الموقف تجاه داعش وغيرها. نعم. واضح. طيب آتي الآن، أعود لمادة حلقة اليوم. هل تطبيق الشريعة غاية في حدها إقامة الحدود ولو
أتى يعني تحقيق أهدافها عبر بعض النظم المدنية الموجودة اليوم حتى العلمانية، وتحقق المقصود من الحريات ويعني الحقوق، إقامة الصلوات، إقامة الحدود، هل يجزي ذلك؟ هو السؤال ينبغي أن يكون هل يمكن هذا أو لا؟ يعني هل تتحقق مقاصد الشريعة دون الآليات التي جاءت بها الشريعة؟ الله سبحانه وتعالى يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالذي يوقن بشرع الله لن يجد أحسن من حكم الله تبارك وتعالى. مقاصد الشرع لا تتحقق إلا بآليات الشرع، عندما ينص القرآن الكريم، عندما ينص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على نظام عقوبات معين، مع أني أؤكد أن النظام عندما نتكلم عن إقامة الشريعة العقوبات جزء منه. إقامة الشريعة يعني المنظومة التشريعية كاملة، منظومة الإعلام، منظومة ثقافة المجتمع، علاقاته، كلها منظومة متكاملة يفترض أن ينطلق فيها من شرع الله تبارك وتعالى. لكن حتى إذا جئنا لنظام العقوبات، لا يمكن لمسلم يؤمن بالله ويؤمن بكتاب الله تبارك وتعالى ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي ليقول أنا عندي طريقة أفضل من الأدوات الشرعية لتحقيق المقاصد الشرعية. ما يمكن لمسلم أن يقول هذا. أنا الأسبوع الماضي في نفس مقعدك هذا كان معي النائب السابق في البرلمان التركي رسول طوسون، وحدثنا عن العلمانية المتوحشة التي كانت يعني في القرن الماضي، وكيف يعني فتكت في كل مظهر إسلامي في تركيا، بل حتى الأذان حولوه باللغة التركية حتى جاء المصلحون وأصلحوا وكذا يعني. وأتى أردوغان وقال كيف يعني استطاع إدخال الحجاب في البرلمان، إقامة الصلوات والشعائر الدينية، وأردوغان نفسه مارس العلمانية وأوصل إقامة الحدود هذه يا شيخ. فهنا القصد يعني لو أتت يعني كثير من غايات المنهج الإسلامي عبر نظم مدنية أو علمانية وتحققت يعني. أنا أعيد الكلام، هل يمكن هذا أو لا؟ يعني الآن الذي يجري في تركيا هو تحسن لا شك، والكل مسلم يفرح بالتطور والتحسن تجاه يعني الاقتراب من المفاهيم الشرعية، لكن ما زالت المسافة بعيدة جدا، ولا يمكن أن تقام الشريعة بهذه الطريقة، ما يمكن أبدا. وقضية علمانية متوحشة وغير متوحشة، أنا عندي غير متوحشة هي التي لا تواجه تحدي، ما دامت آمنة على نفسها ولا تواجه خطرا ستبقى مسالمة، لكن استشعرت أن هناك نظام منافس ستتوحش. وهذه مقدمات الآن موجودة في أوروبا الآن نسمع عنها، سن تنظيمات وتشريعات تضيق على الشعارات التي كانوا يتغنون باحترامهم لها، الحريات واحترام الشعائر الدينية. وبالأمس القريب تداولت وكالات الأنباء خبر من الاتحاد الأوروبي بسن تشريع يسمح للمؤسسات بسن نظم تمنع إظهار الرموز الدينية. ما المقصود بالرموز الدينية؟ حجاب المرأة المسلمة. فهي تتوحش هذه العلمانية عندما تشعر أنها ستزاحم موقعها، لكن ما دامت تحكم والجميع يخضع لها وراضي بنظامها فتبقى مسالمة لا إشكال لديها، لكن إذا أردت أن تنازعني ستتوحش. طيب إذا وتعرف عندنا في يعني أيضا إجابتك على هذا السؤال أنه لا يمكن أصلا هذا، ممكن تقترب، ممكن تخفف من بعض الشر. يعني القضية تبقى في النهاية مسألة صراع، وبالأمس القريب هنا في تركيا جف ما بعد انتهت قضية الانقلاب هذا. فقضية هي فكرتان تتنافسان على موقع واحد لا يقبل أن يجلس عليه اثنان. هو كرسي واحد. إما نظام ديني أو لا ديني، لا يمكن هذا أبدا. والنماذج الموجودة في الغرب طبعا هي نماذج، عندما تقول نظام ديني ولا ديني أيضا ندخل في إشكالية الدولة الثيوقراطية الدينية والدولة المدنية، ويعني تنمذج الدولة الدينية بأنها ديكتاتورية تسلطية وكذا، أليس الأفضل الدولة الإسلامية تعطي إيحاء وتعطي مصطلح فضفاض واسع أن تشمل الحياة بما هو ديننا؟ هو الإشكال في محاولة يعني اجترار الاصطلاحات الموجودة في الغرب، الدولة الثيوقراطية الدولة الدينية، هذا مفهوم مختلف تماما. الدولة الثيوقراطية الدولة الدينية عبارة عن شخص يتحدث بسم الله، لا يوجد له أي قواعد، هو نفسه يشرع ويفرض. دين الإسلام لا يوجد فيه هذه الفكرة، دين الإسلام لا أحد يستطيع أن يبدله بهذه الطريقة، لا يوجد عندنا بابا يغير لنا الدين يعدل فيه يزيد يمارس يعني سلطة بسم الله تبارك وتعالى. لا نحن عندنا العالم المفتي يتكلم مستنده القرآن، لو خرج عنه سيهاجم. هو نفسه مهما كان مقامه ومهما على كعبه يوجد قرآن يوجد سنة، فلا يوجد عندنا رمز ديني ما لا يمكن لأحد أن يراجعه، ولا يوجد عندنا ميزان لا نستطيع أن نزن به كلام الناس.
فمهما على مقام أي شخص لا يمكن أن يأخذ سلطة دينية بالمفهوم الكنسي المفهوم الموجود في التاريخ الأوروبي. عندما يقال عندنا نظام ديني ينصرف الذهن إلى تلك الصورة. نظام ديني نقصد نظام ينطلق من تشريعاته من الكتاب ومن السنة. جميل. آتي لقضية طبعا أنا يعني ابتسمت لأني أعرف أنك في صميمها أصوات إسلامية الحقيقة، ولا يمكن أن يعني نخرجهم من دائرة المفكرين الإسلاميين أو منطلقاتهم إسلامية. رفعوا شعارات مثل الحرية قبل الشريعة، الحقوق قبل الشريعة. يعني هنا السؤال، يعني لمن الأولوية، لهذه الشريعة وتطبيق الحدود أم لهذه المفاهيم التي دعا أصلا لها الإسلام؟ أنا بس بدي أكرر التنبيه أن الشريعة ليست هي فقط الحدود، نتكلم عن إقامة دين الله تبارك وتعالى وجعله هو المنطلق في التشريعات. لكن أنت تعرف القضية وواخذتها أعرف وأسماء كبيرة يعني كتبوا فيها أعرف هذا وأدركه، ومهما كبر الاسم هو ليس معصوم من الخطأ، كما أسلفت قبل قليل. نعم. لا يوجد عندنا هذا النظام، قضية كونه مفكر إسلامي أخذ عصمة. نعم. كونه سليم النية أخذ عصمة، لا الخطأ هو الخطأ. فعندما يقال حرية قبل تطبيق الشريعة، ماذا يريد بهذا الكلام؟ هل يقصد أنه في وضع معين أو في ظرف معين قبل أن تدعو لإقامة دين الله تبارك وتعالى تحتاج أن تحرر إرادة هذه الشعوب المسلمة من سلطة أولئك المتعلمين؟ وهذا كلام عن قضية تعامل مع واقع موجود. لكن عندما يتكلم عن التنظير الشرعي التأسيس على مستوى المفاهيم أنه لا يجوز أن يحكم أحد بدين الله إلا إذا قال أريدك أن تحكمني بدين الله، هذا الكلام لا وجود له في شرع الله تبارك وتعالى. فشرع الله عز وجل يكتسب يعني قدسيته ومكانته وسلطته ممن أنزله وليس من خلال الناس. يعني أسماء زي الشيخ القرضاوي وأسماء يعني مجموعة من الباحثين والعلماء يرون هذه، لما عندما يطلقوا الحرية قبل الشريعة يعني يجب أن نقف ونتأمل كلامهم، لأنهم منطلقاتهم بنفس منطلقات. وقفنا وتأملنا كلامهم، كما قلت بعضهم يريد هذا المعنى، بعضهم يطلق هذا الكلام ويقول من الصعب أن تأتي لأناس هم محكومون أصلاً بنظم متعلمنة وتعرضوا لعقود متواصلة من السلخ عن دين الإسلام على مستوى المفاهيم، أصبحت العقول ملوثة بمفاهيم كثيرة، فيقول لا سبيل إليك لأن تقول أريد إقامة دين الله على هؤلاء بدون إعداد الأرضية المناسبة لها. إن كان يتكلم عن آليات للتعامل مع الواقع فهذه إشكاليات ممكن أخذها والرد وممكن الموافقة عليها في بعض الصور. في بعضهم من داخل هذا في يعني أفهم هذا، لكن عندما يأتي من يقول لي لا أن أصلاً بعيداً عن ملابسات الواقع لا يقام الشرع إلا بإذن من الناس أو برخصة من الناس أو بموافقة الناس، هذا كلام من أبطر الباطل، بل هذا انتقل من المفهوم الديني إلى المفهوم اللاديني. طيب أنا طبعاً أنا أريد أنبه، أقصد عندما أقول منظوم لا ديني، نعم، أقصد مفهوم أو منظومة تشريعية لا تنطلق في تصوراتها من الوحيين. أستاذنك دكتور بندر لأذهب إلى ضيفي من قطر الباحث الشهير الأستاذ محمد الشنقيطي. حياكم الله أستاذ محمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، نحن نناقش الشريعة بين مؤيديها ومهاجميها. السؤال هنا، وأنا لتو يعني طرحته على ضيفي الدكتور بندر الشويقي، بأن هناك من العلماء من المفكرين الإسلاميين من الناشطين أيضا من يعني ألف وكتب ونادى بشعارات مثل الحرية قبل الشريعة، الحقوق قبل الشريعة، فكيف تعلق على هذا؟ أنا أعتقد أن المشكلة الكبرى تطبيق الشريعة وإنما تعريف الشريعة، لأن النقاش السائد يتحدث عن الشريعة قانون ضيق ولا يتناولها من منظور قيمي أوسع. الشريعة الإسلامية ليست قانونا، الشريعة الإسلامية هي نظام أخلاقي ونظام قانوني، هي مصدر للقانون وليست قانونا، ولذلك يمكن للدول الإسلامية أن تشرع قوانين مستمدة من الشريعة ومختلفة في نفس الوقت، ويمكن أن تغير قوانينها وتظل منسجمة مع الشريعة. فأولا اختزال الشريعة في الجانب القانوني خطأ. أظن أن ما نحتاجه هو الرجوع إلى أصل معنى الشريعة بالاستخدام القرآني وليس بالمعنى الاصطلاحي السائد اليوم. لفظ الشريعة بهذا اللفظ فعيلة
ورد في القرآن الكريم مرة واحدة فقط، الآية 24 من سورة الجاثية، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وأوائل المفسرين مثل الطبري مثلا يقول الشريعة الدين، الشريعة في أصلها القرآن هي الدين كله، عقائد وأخلاقا وشعائر وشرائع قانونية. جميل. لذلك نحتاج ترتيبا صحيحا، فنبدأ بالعقائد والشعائر والقيم الكلية قبل أن نصل إلى قضايا القوانين الجزئية. جميل. طيب أنت تابعت وقرأت على مدى التاريخ الحقيقة، وخصوصا بعد حملة نابليون، وكثير يؤرخ بحملة نابليون، يعني الهجوم على الشريعة وأنها لا تتوافق مع العصر ولا تتواكب معها، وأنها جامدة ويعني غير مرنة. امتدت، كانت المعركة في مصر ثم في الشام في بقية الأقطار لديكم في الشمال الأفريقي، الآن تثار مرة أخرى يعني في هذا الزمن الهجوم على الشريعة، كيف تقرأ هذا الاتهام؟ هو هذا الهجوم أولا مرة أخرى مبنيون على الشريعة، للأسف أنه أن يتفق وأنصارها على اختزالها في جزئيات الكبرى أولا. إذا أردنا أن نكف الهجوم عن الشريعة فنحن بحاجة إلى تصحيح رؤيتنا للشريعة أولا. الشريعة أولا وقبل كل شيء نحن نحتاج أن نقيم قيم الإسلام الكلية. القيم السياسية أهم من القيم السياسية، الأحكام العامة المتعلقة بالحياة العامة أهم من القوانين الجزئية المتعلقة بما يكون بين اثنين من الأفراد. أين الإسلامية؟ أين حق الناس في اختيار من يقودهم؟ أين حقهم في محاسبته وعزله؟ أين حقهم في المشاركة في القرار؟ أين العدل السياسي؟ هذه قيم كلية أهم من أي تشريعات جزئية. المسلمون شوهوا الشريعة في أذهانهم قبل أن يهاجمها الآخرون، وأنا أعتقد أنه قبل أن نرد على الآخرين نحتاج أن نصحح نحن مفهومنا للشريعة. صحيح أنه ذلك هجم على الإسلام ومنها هجوم على شرائع، ولكن المسألة أكبر من هذا، المسألة تتعلق بفهومنا نحن وبوسائل تطبيقنا نحن. نعم صحيح توجد فقهيات غير منسجمة مع العصر، لكن الفقه غير الشريعة. الفقه كسب تاريخي هو حصاد ذاتنا مع النص الشرعي، الشريعة هي النص الشرعي وليست فهم. طيب يعني أنا آتي كذا، دعني يعني من آخر كلامك يعني وأقول، هناك من يتهم يعني الشريعة بالقصور بسبب بعض الفقهاء وتشددهم وتحوطهم واستخدامهم لبعض المفاهيم من فقه سد الذرائع والتحوط وغير ذلك، هم من أخر انسجام الشريعة مع العصر، كيف تعلق على هذه التهمة؟ هذا أعتقد أنه دقيق تماما. كل أمة في عصر نهوضها ومنها ومن ذلك الأمة الإسلامية، إذا كانت في عصر نهوض وقوة فهي تميل إلى الانفتاح وإلى استيعاب الثقافات الأخرى. أصبحت الأمة ضعيفة والإكتئاب. التسجيل للأسف أستاذنك أستاذ محمد، أستاذ محمد أنا أستاذنك يعيد الاتصال عليك لأنه الصوت يعني الهاتفي يعني غير واضح، أرجو الاتصال عليه ريثما أعود لك يا شيخ بندر، يعني سمعت مداخلته ويهمني في حديثه أنه قيم أهم شيء عندنا يعني تطبيق قيم الإسلام الكلية، وهي أهم من تطبيق بعض القوانين الجزئية. هو أنا كما أشرت قبل قليل عندما نتكلم عن إقامة الدين فهذا مفهوم أوسع من مجرد العقوبات، لكن أيضا من الخطأ أن يجعل هذا مقابل هذا، بمعنى أنه الكلام عن قيم الإسلام ومفاهيم الإسلام أولى من الكلام، إذا كانت الكلام عن سلم أولويات لا إشكال، لكن أحياناً يأخذ الكلام سياق التهوين. نعم. من التشريعات العقوبات ونحوها، فهذا وهذا كلاهما مطلوب ويقام منهما المستطاع عندما يتكلم عن إقامة العدل في المجتمعات. طيب المجتمعات عاجزة عن إقامة هذا العدل،
لأسباب يعرفها الجميع، ملابسات تاريخية ما زالت مستمرة إلى اليوم، عاجز عن إقامة هذا العدل، وتستطيع إقامة جزء منه أقل أهمية من الشيء الذي تعجز عنه. نعم. هي مطالبة بإقامة ما تستطيعه ولو كان أقل. المطالبة بإقامة الدين تقيم منه ما تستطيع، الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، فكوني أوقف ما أستطيعه لأن هناك شيء أهم منه أنا عاجز عنه، هذا ليس منطق ولا حتى تصور شرعي صحيح. فأنا أقيم ما أستطيع، والأكبر منه أسعى قدر وسعي في إقامته، إن استطعته فبها ونعمت، ما استطعته فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أمر آخر تفضل به الدكتور فاضل، أنا لا أتصور، ولعله لم يرد هذا المعنى لكن العبارة أخذت هذا السياق، أن المشكلة نحن في تصورنا للشريعة أسأنا إليها فلذلك يرفضها مثلا الآخرون أو كلام قريب من هذا. لا، حتى لو امتلكنا تصورا صحيحا لشرع الله تبارك وتعالى ولطريقة إقامته سيعارض. الله سبحانه وتعالى قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. سيبقى هناك من شياطين الجن والإنس وهم كثر معارضون لهذا الدين، وستبقى أيضا حتى من أصحاب الشهوات، قد لا يكون كاره لشرع الله عز وجل، أصحاب الشهوات والرغبات الخاصة سيعارضون مثل هذا. فالصراع موجود، ليست القضية أن لدينا مشكلة في تصور الشرع فلذلك يعارض. طيب، النقطة التي بحثتها مع الأخ محمد الشنقيطي أنه يعني فعلا يعني هذا الهجوم الحالي على الشريعة وكذا بسبب بعض الفقه المطبق لدينا متشدد في كل مجالات الحياة ومعظم مجالات الحياة، يقف ضد الفنون، يقف ضد يعني تطورات العصر وتمدن العصر. الإشكال ليس هنا، الإشكال أنه ذات الفقهاء والعلماء الذين وقفوا من موضوع ما أو قضية ما بعد أن تدور دائرة الزمن بعشر سنوات هم يتسابقون إليها، وواحدة منها الفضائيات، أخرى الصورة، أشياء كثيرة كانت هناك ممانعات من الفقهاء ثم مع الزمن يعني أصبحت من المباحات. يا شيخ، هو أنا أريد أن أنبه لأمر كان تفضل به الدكتور الفاضل، قضية يوجد شريعة ويوجد نص شرعي وأن هناك فرق بين الفقه وبين النص، نعم، تحتاج إلى تحرير. والفقه غير الشريعة قال، لا، هذه الغيرية خطأ. نعم. بهذا الإطلاق، بمعنى أن النص الشرعي ليس حروف ألف باء جيم تاء ليس لها معاني. نعم. يوجد معاني لهذه النصوص مدونة في الفقه هي الشريعة. نعم. هي الشريعة، فلا يقال الفقه غير الشريعة. نعم. بهذا الإطلاق الواسع، يعني أن يقال أن الشريعة هي النص القرآني. طيب ما معنى هذا النص القرآني؟ مهما كتبت سيقال لك هذا فقه. نعم. أنت تعبر عن فهمك للنص القرآني. لا، يوجد من الفقه ما هو عين الشريعة، وهذا نعم. شيء كثير، وليس طبعا لا تكلم عن شيء قليل. هذا أمر. أمر آخر، لم تكن يوما من الأيام يعني تفقهات الفقهاء عائقا دون تطور المجتمعات. عندما يقال أنها تقف في وجه الفنون، تقف الشريعة جاءت لتهذب هذا السلوك الإنساني والأنشطة الإنسانية في هذه المجالات. عندما يعني يتوقف فقيه في مسألة إن كانت من مسائل الاتفاق والإجماع فلا يمكن أن يحمل تبعات هذا الفقيه، إن كان اجتهادا منه فهو اجتهاده وله حق الاجتهاد في مثل هذا، وسيبقى هناك من يخالفه والأمور تمشي، ما هناك أي إشكال في مثل هذه الأمور ولا حصل في يوم. لكن هذه عندما يقال أن الفتاوى وأن سد الذرائع تقف في وجه المدنية، أنا أتصور التحضر، أتصور أن هذه معركة في غير أرضها. الذي يقف في وجه التحضر والتطور والرقي هو من يقف في وجه الشريعة، لأن الشريعة هي التي ستنظم سلوك الناس، هي التي ستنظم وترسم لنا الطريق الذي يحصل به الرقي. طيب، هذا الكلام المثالي سأنقله إلى الأستاذ محمد الشنقيطي، كيف تعلق على هذا أستاذ محمد؟ والله أسف أنا لم أسمع الكلام بسبب ضعف الاتصال. طيب، أنا أتي لك. يعني الدكتور بندر الشويقي الأكاديمي والباحث السعودي علق على كلامك بأن الفقه غير الشريعة، وقال بأن هذا اللفظ والمصطلح غير دقيق يعني، وتكلم عن هذا. نعم، تحية لك وتحية للأستاذ بندر. طبعا الشريعة هي كما هي النص الخالد وليس الرأي الفقهي العابر. الرأي الفقهي يتغير، يخطئ ويصيب، أما النص فلا يخطئ وإنما هو إصابة دائمة. ثانيا، النص من طبيعته الثبات، أما الفقه فيتجاوزه الزمن، قد يكون جوابا على تجاوز النص الشرعي.
الشريعة هي من الله عز وجل، والفقه هو رأي آراء المجتهدين، هي الفقه كسب بشري والشريعة تنزيل إلهي. ولا أعتقد أن الأستاذ بندر يختلف معي في هذا. أما قضايا الاصطلاحية فأمر آخر، قضايا الاصطلاحية جميل. العلماء طيب. ما كانوا يستعملون الشريعة لصدر الإسلام بهذا المعنى الضيق الذي نستعمله اليوم. أنا أعيدك، معليش أستاذ محمد، واضح أوضحت الصورة. أنا سأعيدك إلى أن بعض الفقهاء في فتاواهم، في فتاواهم التي توصم بأنها متشددة، في لجوئهم إلى فقه سد الذرائع، إلى التحوط، إلى الأخذ بالحيطة، إلى وأيضا مقاومتهم لكثير من الأشياء الطاردة الطارئة من نوازل العصر، الوقوف الصارم أمامها، ثم ما تلبث أن يكر الزمن ويعني يركبوا الموجة. أن هؤلاء الفقهاء هم يعني أصل الإشكال، هل توافق على هذا؟ لا شك أن هؤلاء الفقهاء جزء من المشكلة، ولكن المشكلة أعتقد أنها أكبر من هذا. المشكلة هو أننا نحن أمة ضعيفة، والأمة الضعيفة التي المتذبذبة التي تفقد الثقة في ذاتها تكون لديها ردود فعل مغالية في التعامل مع ثقافات الأمم الأخرى وفي التعامل مع كل جديد. لذلك يقف الفقهاء حذرين من كل جديد. هذا النمط من المحاذرة والمجانبة هو عرض من أعراض الذات المهزوزة الفاقدة للثقة في ذاتها. بينما المسلمون في صدر الإسلام لا تجد عندهم هذه المحاذرة، انفتحوا كثيرا على تراث الأمم الأخرى واستوعبوه وكتبوا حتى ترهات وخرافات في بعض الأديان مثل الديانات الهندية. كتب عنها البيروني كتاب تحقيق مال الهند من مقولة مقبولة في العقل ومرذولة. فما كان لديهم خوف من الغزو الثقافي والغزو الفكري والمحاذرة والمجانبة التي نجدها عند فقهاء بعض فقهائنا اليوم بسبب ضعف الأمة وردة الفعل. إذن أنت يعني تقول بأن ضعف الأمة وتأخرها هو الإشكال الحقيقي في تطبيق الشريعة. بالضبط، أنا أعتقد أن ضعف الأمة هو الإشكال الحقيقي، وأيضا يعني سوء الفهم للشريعة نفسها. طيب. يعني أستاذ محمد معلش، يعني آخر سؤال، ويعني لأنك أيضا من المغرب وأنتم المغاربة سبقتم في هذا. هناك من يقول يعني يقرأ المستقبل مع هذه الضغوطات، مع الصورة الشائهة المنمذجة للإسلام وتطبيق الشريعة الكامنة في داعش، مع الهجمة التي يعني تتعرض لها العالم الإسلامي والعالم العربي عموما، بأنه ربما يكون فقه المقاصد الذي تقدمتم أنتم به في المغرب هي من ستسود في المرحلة المقبلة في العالمين العربي والإسلامي. إلى أي مدى توافق على هذا الكلام؟ جزئيا وافق عليه، جزئيا أن المقاصد مهمة، ولكن بدل المقاصد أنا أفضل القيم الكبرى، القيم الكلية، البدء بالقيم ومنها الانطلاق إلى الشرائع التشريعات الجزئية. نحن نبدأ بقيم العدل، نبدأ بقيم الحرية، نبدأ بقيم الشورى. إذا حققنا هذه القيم بعد ذلك يبدأ تنزيلها على الجزئيات. للأسف أننا وضعنا العرب أمام الحصان في هذا، فبدأ الصراع على الجزئيات. تجد مثلا إسلاميين وعلمانيين يتصارعون حول قانون إسلامي أو علماني في بلد لا يوجد فيه قانون أصلا، وإنما هو محكوم بهوى الهوى. فنحن بحاجة أصلا إلى مبدأ أن يكون هنالك قانون يحكم مساواة للناس أمام القانون. بعد ذلك يكون الخلاف حول مصدر هذا القانون وطبيعة هذا القانون. أما إذا كنا محكومين بالهوى فليس هذا بقانون شرعي ولا قانون وضعي أصلا. جميل. أستاذ محمد الشنقيطي المفكر الموريتاني، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. شيخ بندر سأعود لك لنناقش ما طرحه، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مرة أخرى
في حلقتنا اليوم التي خصصناها بعنوان بين الشريعة ومهاجميها، وضيفنا الباحث والأكاديمي السعودي الدكتور بندر الشويقي. أبو عبد الله، قبل الفاصل تكلم الباحث الشنقيطي وقال عدة يعني نقاط، أنا أريد منك تعليقا يعني سريعا، وخصوصا أنه يرى أنه صحيح المقاصد ربما ستتحقق، لكن الأهم من المقاصد القيم الكبرى من الشورى والعدل والحقوق، هذه مقدمة ويجب أن نطبقها ولا أشكال، لكن في صياغة هذه المفاهيم يعني العناوين العامة هذه قد نختلف فيها أيضا. فعندما نتكلم عن الشريعة فهي التي ستفسر لنا هذه المفاهيم، مفاهيم العدل الحرية، هذه مفاهيم لا أحد يجادل فيها حتى غير المسلم ولا حتى غير المتدين الملحد، يعني لن نجادلك في عدل أو حرية، لكن الكلام دائما في تفصيل هذه المفاهيم، هنا ستحتاج للشريعة. هذا أمر. الأمر الآخر، عندما نتكلم عن قضية أن الأمة لأنها ضعيفة فهي تخاف من الانفتاح على الآخرين، هذا المعنى جزئيا صحيح، يقابله معنى آخر يتردد دائما على أسماعنا، أن الأمة المغلوبة مولعة بتقليد الغالب كما خلدون، نعم، مفهومان متقابلان، هذا يقول لك أن الأمة الضعيفة تقلد، هذا يقول لك الأمة الضعيفة خائفة. هي اتجاهات موجودة داخل المجتمع دائما، أمة يعني ضعيفة منها فئة تركض وراء كل جديد، ومنها فئة تتخوف من الجديد، لكن ما معنى تتخوف، ما معنى تركض؟ هنا يأتي دور الشريعة في ضبط هذه الآلية. لا مانع، روح ابحث عما عند الآخرين ما يفيدك، نعم، ومن حقك أيضا أن تتخوف من بعض ما لدى الآخرين. إذا كنا نتحدث الآن عن أوروبا، أمريكا عندهم إسلاموفوبيا، خايفين من المفاهيم الإسلامية التي تغزوهم، نعم، وليسوا في حال ضعف، لكن عندهم ضعف مفاهيمي وليس على الضعف المادي، يرون قيم تغزو مجتمعاتهم، مفاهيم تغزو مجتمعاتهم، فابتدأوا يستشعرون الخوف منها. فهذه وضع طبيعي في كل أمة، لا يفترض أن نجلد الذات وأن نبالغ أن مشكلتنا نحن كذا، مشكلتنا نحن كذا. سيوجد في كل مجتمع يعاني مثل أوضاعنا هذه فئة تركض وراء كل جديد، فئة تتحفظ على كل جديد، وفئة في المنتصف تأخذ من الجديد النافع وترفض ما لا ينفع. هنا يعني آتي لك يعني لأحد أشهر رواد وزعماء الإسلام السياسي الشيخ راشد الغنوشي، حينما سئل في أكثر من مرة عن تطبيق الشريعة أجاب متهكما بأي معنى سوف يطبقونها، ثم أردف قائلا وهل الشريعة مفصلة وجاهزة لتطبيقها؟ الشريعة غير مفصلة وغير صالحة للتطبيق في كل الأزمنة والأماكن. الحقيقة كلام يعني كبير من رجل يعني يعتبر محسوب على الفكر الإسلامي. هذا لا يليق إلا بلسان متعلم. الطروحات التي تطرحها الشيخ راشد الغنوشي الأخيرة يعني اشتط فيها بعيدا. ربما الملابسات التي يعانيها في تونس أفرزت مثل هذا الوضع، لكني أعرف أيضا له بعض هذه اللوثات قديمة. وهذا ما أعني حين أقول يعني تفسير هذه المفاهيم. الغنوشي رجل يعني أنا ما لقيته ولا أعرفه بصفة شخصية، لكن من لقيه يصفونه بالنصح والصدق في خدمة قضايا المسلمين، لكن على مستوى المفاهيم والتصورات الطرح الذي أقرأه فيما يتعلق بالشريعة والحريات ونحوها هو عين الطرح العلماني، هو عينه يعني بكامل تفاصيله. الرجل يعني يزعم ويقول انه يعني يتحدث ويستدل من بالقرآن فكر ويستدل بالقرآن والسنة ويقدم يعني هذا، هل بشطبة من الشيخ بندر يعني نلغي تاريخه ونلغي كل يعني ما ألغيت تاريخه؟ قلت لك الرجل يعني يثنى عليه في صدقه، لكن انا عندي ميزان، لا تلغيه الأسماء ولا تغيره. انا اقول لك ما أقرأ للغنوشي مؤخرا لا يليق برجل يقول ينسب نفسه لاتجاه اسلامي. طيب أستاذنك يا دكتور بندر لأذهب إلى ضيفي من إسطنبول الشيخ عطية عدلان، عضو اتحاد علماء المسلمين. حياكم الله يا شيخ عطية. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أبدأ الهجوم على الشريعة، طبعا من بعد حملة نابليون، وربما مثلك قرأ يعني في هذا التاريخ، وأنتم في مصر تعرضتم ل يعني عبر قرنين أو ثلاثة لهجومات يعني تخبو وتصعد بين الفينة والفينة على الشريعة وأنها غير متوافقة على العصر، والآن نخوض أيضا هذا الصراع. كيف تقرأ هذا المشهد يا شيخ عطية؟ والله بداية هذا المشهد ينافي الواقع تماما، لا
لأنه يعني إذا نزلنا إلى أرض الواقع فإننا لا نجد أبدا في حياة البشرية مجالا من المجالات التي تعجز الشريعة الإسلامية عن تغطيته وعن تلبية حاجات الإنسانية فيه. أروني مجالا واحدا من مجالات النشاط البشري عجزت الشريعة الإسلامية عن تغطيته وعن تلبية حاجات الناس فيه، أو خذلت مجتهديها وعلماءها فلم تسعفهم بالعطاءات. الشريعة الإسلامية الله عز وجل عندما شرعها جعلها صالحة لكل زمان ومكان، ووضع الله تبارك وتعالى فيها من الخصائص ما يعطيها المرونة المناسبة التي تحقق لها العالمية، تحقق لها البقاء والدوام، لأنها شريعة ربانية صافية. أي مجال من مجالات الحياة، أنا أعطيك مثلا يعني لكم موقف من الفنون المعاصرة يا شيخ تحرمونها، من الفنون المعاصرة مثال المسرح، السينما، الأغاني. هذا هو الذي يشغل العلمانيين في ديار الإسلام، هذا هو الذي يشغلهم في حياة البشرية، الفن والمسرح فقط. إن الشريعة الإسلامية لم تقبل ذلك كله، ولكنني أريد أن أحدثك عن ما هو أخطر من هذا وأعمق من هذا، المجال الاقتصادي. ألم تجأر البشرية وتفزع إلى الشريعة الإسلامية عندما تعرضت لأزمة مالية حادة، وعندما اكتشفت أن مشكلة التضخم التي هي معضلة الاقتصاد في الدنيا كلها أنها مرتبطة دائما ب يعني سعر الفائدة، وأنها تتناسب طرديا مع سعر الفائدة؟ ألم تثبت الأحصائيات الدقيقة أن سعر الفائدة كلما ارتفع معه التضخم، وكلما انخفض معه التضخم؟ ألم تطالب دوائر اقتصادية كبرى ومؤسسات كبرى، ألم تطالب بالاستفادة من الشريعة الإسلامية في مجال سعر الفائدة؟ الشريعة الإسلامية حتى في المجال السياسي لكن دعنا نبقى في الاقتصاد. يعني هذا الذي يعني يتفاخر بها الإسلاميون بأنهم أقاموا الاقتصاد الإسلامي ولكن عندما نفتش ونتعمق في داخل الاقتصاد الإسلامي نجد أنه يعني في داخله يقوم أيضا على المعاملات الربوية يا شيخ. وأنا استضفت هنا في هذا البرنامج حلقة من أساطين والرواد في العمل المصرفي، واعترفوا بهذا، قالوا فعلا نحن في داخلنا بعض المعاملات نلجأ إلى المعاملات الربوية. فأنا القصد أنه أيضا يعني نحن ولا يصح أن نحاكم الإسلام على تجاربنا نحن، فنحن يعني نقوم بتجارب تقترب من الشريعة أو تبتعد عنها. فإذا كانت هذه التجارب في أصلها مخالفة لشريعة الله تبارك وتعالى فلا يصح أن نحاكم شريعة الله عز وجل على تجارب البشر. فالبنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية كثير منها انحرف عن الجادة وأكل الربا بالحيلة وتعامل مع الربا بالحيلة، وكان أشد فحشا من البنوك الربوية الصريحة لكونه تحايل على شريعة الله تبارك وتعالى. طيب شيخ عطية، يعني أنا أشكر لك هذه المداخلة، وللأسف لأن الصوت في الاتصال لدينا إشكال، وإن شاء الله نشرف بك ضيفا معنا هنا في الاستديو. أشكر لك هذه المداخلة. أعود لك يا شيخ بندر، الله يحفظك. وأنا أقرأ لك اتهاما، يعني يقال بأن السلفيين أو المدرسة السلفية الفقهية جعلوا من تطبيق الشريعة أيضا أمرا مستحيلا باستئثارهم بتاريخ السلف لا بالرجوع للكتاب والسنة، والذي كثيرا ما يدعون الرجوع إليه وتحكيمه. هذه الكلمات أنا أرى أنها تضيق مجال الصراع. مجال الصراع ليس بين اتجاهات داخل التوجه الإسلامي، هو صراع علماني إسلامي لا علاقة له لا بسلفية ولا بغير سلفية. يعني قد يكون هناك خلافات داخلية، لكن الصورة الكبرى واضحة كل الوضوح. تفضلت قبل قليل مثلا أن الفقهاء يقفون أمام الفنون والمسرح ونحوها. نعم. الفنون اللي موجودة الآن ما هي؟ من الذي يحرمها؟ سلفيون؟ الفنون اللي موجودة الآن الأفلام، المسرح، هذه الأوضاع لا يوجد فقيه على وجه الأرض يبيحها، ما له علاقة لا بسلفية ولا بغيرها. ويأتيك يقول لك تحرمون المسرح، من الذي حرم المسرح إلا بهذه الصورة التي تعرضونها أنتم؟ أمر آخر، تفضلت قبل قليل في قضية فتوى تحريم الفضائيات وأنها يعني مثال لقضية رفض كل جديد.
هذا المثال أنا أفترض أن الإنسان الذي يعني يعي ما يفترض أن يجعل هذه منقبة وليست عيبا. نعم. حرمتموها ثم أباحتموها. كيف يا شيخ؟ منقبة من أعظم المناقب. كيف تكون كيف؟ منقبة؟ أنا اليوم يعني أقف وأحرم وثاني يوم أرجع يعني وأحلل وأكون وأتصدر المشهد. جاءت الفضائيات وكانت القنوات الموجودة اللي تعرفها. نعم. أريد أن أذكر بالأسماء. نعم. فقيل هذه الفضائيات محرمة ولا تجوز ولا يجوز أن تضع في بيتك لاقط لأجل أن جاءت فضائيات نظيفة، تغير الحال، تغير مناط الحكم، تغير المعنى، فاستجابت الفتوى. نعم. لسنا نطالب دائما أن الفتوى تستجيب لما يوجد على الأرض. نعم. استجابت الفتوى أن الأمر هذا انتهى خلاص، ولا زال التحريم الأول قائم. طيب. التحريم الأول لأجل هذه الذي يضعها ليستقبل مثل هذه القنوات. نعم. ما زال التحريم قائم ما تغير. طيب أنا لأنه الوقت بيدركنا أنتقل للحقيقة تهمة أيضا وتروج الآن بأن العقوبات الشرعية في الحدود يعني باتت قديمة وجامدة، عفى عليها الزمن وتجاوزت الحضارة ولم تعد ملائمة لهذا العصر، عصر التقدم والمدنية والتحضر التقني، الأخذ بها تقهقر بالإنسانية ورجع بها إلى القرون الوسطى وقرون الظلام اللي هي قرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا طبعا أنا أنقل وناقل الكبرى هذا هذا الكلام اللي طبعا حتى القوانين الموجودة الآن. نعم. لو مضى عليها بعد كم سنة خلاص، هل المفهوم الصحيح يسقط بالتقادم؟ هل التصورات الشرعية أو حتى غير الدينية خلاص مضى عليها وقت انتهت؟ هذا الكلام الخطابي، الكلام الإنشائي يهرب من حقيقة قائمة، وهي هل أنت مسلم أو لا؟ أنت تقيم دين الله عز وجل من خلال مضى عليه الزمن خلاص انتهى. إذن قل لنا نحتاج إلى نبي جديد وإلى شريعة جديدة وإلى كتاب جديد. أولا السؤال الذي ينبغي أن يطرح، هل البشر يستغنون عن الوحي؟ كل مسلم يقول لا، الناس يحتاجون إلى وحي، يحتاجون إلى نبي، يحتاجون إلى كتاب، يحتاجون إلى شرع. إذا قال إن هذه انتهت تناسب زمان مختلف، معناها أن الناس الآن لا هادية لهم، فإما أنهم استغنوا وإما أنهم ينتظرون نبيا آخر وكتابا آخر. صحيح. طيب آتي لك إلى أيضا من الأشياء التي يستدل بها على عدم صلاحية الشريعة، يعني قول المصطفى صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، نص واضح وصريح في أن أمور الدنيا وشؤونها يعني ليست في ضمن الشريعة. طبعا هؤلاء من التهم التي تروج الآن. هو طبعا الحديث له سياق، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم مر بهم وهم يلقحون النخل، يؤبرون النخل، فقال أظنكم لو لم تفعلوا ما ضره، أظن. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أظن فهو لا يتكلم عن وحي، فمثل هذا لا تشريع فيه، فلذلك قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. لكن عندما يتكلم لك بأمر أو نهي المسألة مختلفة. طيب أكثر من ذلك أيضا، فلذلك أذنت لي، يعني هذا الحديث يقابله أكوام من الأحاديث في العبادات والمعاملات والعقود والأنكحة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذه المعاملة حرام وهذه المعاملة حلال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقال حتى تغير الزمان، في ذاك الوقت يأمرهم وينهاهم بمعاملات دنيوية، لكن في هذه المسألة لأن ملابساتها كما ذكر. الآن في ظل يعني الدولة المدنية، الحقيقة هناك من يطرح بأن حقوق المواطنة لا يمكن الحفاظ عليها إلا في ظل دولة لا تتخذ من الدين مرجعية لها، ومعنا شركاء في الوطن غير مسلمين أو غير على مذهبنا لا يودون تطبيق الشريعة من مبدأ لا يكرهها في الدين. طبيعي أن يقال هذا الكلام، يعني إذا صيغ مفهوم المواطنة على أرضية غير شرعية، على أرضية علمانية. نعم. ثم جيء به وقيل أن الإسلام لا يتوافق مع مفهوم المواطنة، الكلام صحيح، أنا لا أجادل فيه. نعم. أن مفهوم المواطنة الذي أسس على قواعد علمانية لا يتفق مع التصورات الشرعية، أنا أوافق على هذا تمام الموافقة، لكن أين الخطأ؟ الخطأ هناك وليس في الشريعة. جميل. هنا يا شيخ بندر، يعني أمام هذه النوازل المتتالية التي دهمت بها الأمة، يعني ما تفيق من واحدة إلا تظهر لك أخرى، أمام المتغيرات السياسية، أمام الضغط الغربي الذي تعرف الآن، ربما يعني يقال إنه الشريعة أو محبي الشريعة أو من يريد تطبيقها سيلجؤون إلى ما قاله الشنقيطي، تطبيق المفاهيم العامة والقيم العامة من الحقوق وال يعني حقوق المرأة، حقوق الإنسان، العدل وما إلى ذلك، وأيضا إنه المطية لذلك فقه المقاصد، إنه يعني طالما المقاصد المقصد يعني مطلوب لا بأس في اتخاذ أي وسيلة لتحقيقه.
هو كما أسلمت في بداية الحديث، مقاصد الشر لا تتحقق إلا بآلياته، بمعنى الآليات التي نص عليها، لا أقصد الآليات التي قابلة المعلقة بمناطات معينة تتغير بتغير الوقت، لا يمكن أن تتحقق بهذا. لكن عندما يأتيك من يعجز ويكون بالفعل عاجز ويتخذ يعني وسائل لتقريب الناس من دين الله، لتقريبهم، لكن لا يقال هذا دين الله تبارك وتعالى، لتقريب الناس أو لتقريب الأوضاع العامة إلى دين الله عز وجل، هذا يندرج تحت قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا, لا لا يقال هذا هو الدين. طبعا ربما هو آخر سؤال، يعني كيف تقرأ المشهد؟ يعني كثير منهم، كثير من الناس وأنا منهم، أنه فعلا يعني ستتحلحل كثير من الأمور وال يعني الممانعات الشرعية لبعض الشرعيين والفقهاء، وخصوصا في الخليج والسعودية مواقفهم من أمور كثيرة ستتحلحل، هل سيكون هذا؟ كما قلت لك، إن كانت تتحلحل في قضايا مثلا مناطاتها تغيرت استوجبت تغيير الفتية فهذه منقبة، أما الذي سيتنازل هذا هو الخاسر. المعركة التي نتكلم عنها بين فكرة دينية ولا دينية ليست وليدة اليوم ولا الأمس، معركة تاريخية ومستمرة إلى الأبد، ونحن فقط في منعطف يعني صغير أو في جزء تاريخي صغير، وسيمضي هذا الأمر، والذي سيتنازل هو الخاسر. يعني ليس القضية هل نجحت في إقامة دين الله أو لا، الله عز وجل لن يسألك عن هذا، لكن هل ثبتت على مبادئك، هذا هو الكلام. إن شاء الله نثبت على هذه المبادئ إن شاء الله. شكرا شيخ بندر، الدكتور بندر الشويقي الأكاديمي والباحث الشرعي السعودي، والشكر لكم أنتم سادتي المشاهدين لمتابعتكم لنا. نلقاكم الأسبوع القادم، هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.